مرحبا بكم أعزائي الطلاب، معكم المدرسة زينة الشمالي. سنتابع اليوم في درس تحليل النص الذي هو المحبة. طبعا بعد أن أخذنا سابقا درس المحبة والذي كانت فقراته معنى الحب وطبيعة الحب، وبالتالي التفسير الفلسفي للحب عند الفلاسفة وتفسير علماء النفس للحب، وأيضا بالإضافة إلى أنماط الحب التي كان منها المصطلحات اليونانية مثل الإيروس وفيليا وفيلوشيا وأجابي، وبالإضافة إلى الستورجي. فسنستخدم هنا في هذا التحليل، في هذا النص، سنستخدم مصطلح الحب أو نمط الحب الذي هو أجابي. نص المحبة ينتمي إلى أو هو لابن الفارض، ابن الفارض الذي هو فيلسوف أو شاعر صوفي. ماذا يعني شاعر صوفي؟ أي ينتمي إلى مذهب التصوف. ما هو التصوف؟ التصوف أصدقائي الطلاب هو مذهب يستخدمه المتصوفة في إثبات حبهم لله، وذلك من خلال أنهم يتفرغون لهذا الحب، أي لا ينشغلون بالحياة المادية، وإنما لهم عالمهم المثالي، يمكن أن نقول بأنه شبيه بعالم الآخر، بحيث يشعرون كأنهم يتحدون مع الذات الإلهية. نبدأ بشرح الكلمات أو المصطلحات الغامضة في هذه القصيدة. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي. طبعا هنا المتلف هو القلب، أي متلف يعني مهلك أو متعب. ننتقل إلى البيت الثاني. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي من يفي. لم أقض فيه أسا، أي هنا من كثرة العذاب الذي يعانيه المحب في سبيل حبه. ننتقل إلى البيت الثالث. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. ليس بمسرفي، المسرف هنا من الإسراف، والإسراف يعني التبذير أو البذل الكثير. إذن هو في هذا البيت لا يشعر بأنه مسرف في هذا الحب، بل هو مقصر. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعبي، لم تسعفي. إذن إذا قبل المحبوب أو الحبيب بهذا الحب فهو سيكون بمثابة المنقذ للمحب. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام. إذن مانع من جهة النوم، ومانح من جهة ثانية ثوب السقام، أي المرض. السقام يعني المرض، المرض الشديد. ووجدي المتلفي، الوجد هنا بمعنى الضمير. ننتقل إلى البيت السادس. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصفان واللقاء مصوفي. المماطلي يعني المماطلة من التأجيل، مثل لما مثلا نقول لشخص وعدينه بأي شيء معين أنه بكرة، تمام؟ إذن كل يوم نقول بكرة وهكذا. والصبر فان واللقاء مسوفي. مسوفي أيضا هي تساوي المماطلة، إذن التسويف يساوي المماطلة، ويعني أيضا التأجيل. ننتقل إلى البيت التالي. عطفا على رمقي، الرمق هو بقية الحياة. وما أبقيت لي من جسمي المضنى، أي المتعب، وقلبي المدنفي. المدنفي أي من كثرة الشوق أو من كثرة الغرق، إذن هو مغرق في الشوق والحب. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى. إذن النجوم هون كأنه عم تكون شاهدة على الشاعر. هل زار الكرى؟ الكرى أي النوم، جفني. وكيف يزور لم يعرفي.
لا غروة إن شحت، لا غروة أي لا عجب، إن شحت بغمض جفونه عيني وسحت بالدموع الذرفي. شحت وهي عكس سحت، شحت أي قلت أو انشح يعني من البخل. عيني وسحت بالدموع الذرفي، سحت أي اندفقت أو اندفعت بغزارة أو سالت بغزارة. ننتقل إلى البيت التالي الذي يقول فيه: وما جرى في موقف التوديع من ألم نوى، شاهدت هول الموقف. ما المقصود هنا بموقف التوديع؟ موقف التوديع هنا يقصد به الشاعر ألم فراق النفس للذات الإلهية، وكأنه يريد أن يقول لنا بأن النفس كانت في عالم آخر تعيش، أو هي كان هناك لقاء بينها وبين الذات الإلهية، أو اتحاد بينها وبين الذات الإلهية، وهي تشتاق لهذا الموقف الذي هو موقف الهيبة. إذن من هول الموقف أي هيبة هذا الموقف. فالمطلوب منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف، أي هو حتى المماطلة قبلان فيها. زار يوما يا حشايا تقطعي الأحشاء، حشايا أي الأحشاء الداخلية الموجودة داخل الإنسان أو في قلبه. كلفا به أو سار يا عين ذرفي، يعني الأحشاء تتقطع إن فارقت الذات الإلهية أو إن التقت بها من هول الموقف. ما للنوى ذنب، النوى أي البعد. ومن أهوى معي أي الله هنا، إن غاب عن إنسان عيني فهو في، يعني النوى المقصود بها هنا البعد، ولكن البعد الحسي هنا بعكس هذا الشطر، ويعني فهو في أي في داخل الإنسان، في داخل الشاعر هنا يقصد. إذن النوى أي البعد الحسي، هو بعيد عنه حسيا ولكن في قلبه وهو في، فهو في قلبه وداخله ويشعر به. إذن هذا النص ينتمي إلى كما قلنا إلى حب الطبيعة وحب الله للإنسان وحب الإنسان لله، وهو المصطلح اليوناني أو النمط الحب أجابي. نبدأ بالمناقشة. أضع عنوانا آخر للنص، نستطيع أن نضع عنوانا مثلا العشق أو الحب الصوفي أو الحب الإلهي أو أي عنوان تراه مناسبا للنص. أحدد الأفكار الرئيسية في النص. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. الفكرة من هذا البيت ألم الشاعر أو ألم المحب بسبيل حبه أو من كثرة حبه. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. هنا الفكرة هنا عجز المحب عن تقديم الحب للمحبوب كما يجب أو للحبيب. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف. حتى أن التضحية، تضحية المحب بروحه، رغم ذلك هي ليست بإسراف. إذن التضحية بالروح ليست بإسراف. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. أي قبول الحبيب الهدية أو التضحية من المحب بمثابة إنقاذ له. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، أي امتناع المحب عن النوم ومرضه الشديد بسبب الحب. الوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوف، أي بقاء الحب والشوق. إذن الوجد باق، الوجد هنا تعني الشوق أو الحب، أما الوجد هنا فتعني الضمير. إذن طبعا الشوق والحب يأتي من داخل الإنسان، أي من عمق وضمير الإنسان. إذن من كثرة الحب والشوق بقاء الحب والشوق رغم المماطلة، رغم التأجيل يعني. عطفا على رمقي وما أبقيت لي
من جسم المدنى وقلب المدنى. إذن طلب المحب العطف والشفقة والرأفة بحاله من قبل الحبيب. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي. إذن هنا طلب المحب من الحبيب أن تشهد نجوم الليل على سهره المستمر. لا غروة إن صحت بغمض جفونه عيني وسحت بالدموع الذرب. عدم التعجب من قلة النوم وغزارة الدموع المستمرة بسبب الحب. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. فينا نقول هون ألم فراق النفس للذات الإلهية. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. أي آمل بالأمل باللقاء ولو كان وعدا. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعفي. هنا محبة المحب للحبيب حتى لو كان اللقاء مماطلة أو تأجيل. طبعا هو قريب من البيت السابق. إن زار يوما يا حشايا تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي أو ذرفي. فهنا تقطع الأحشاء أو ألم المحب الشديد بسبب اللقاء. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو فيه. أي بقاء المحب موجود في قلب بقاء الحبيب موجود في قلب المحب. إذن هذه الأفكار الرئيسية. نكون قد أنهينا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث أحدد معنى المصطلحات الآتية. الوصال ويعني اللقاء. الصبر أي القدرة على التحمل. السقام كما قلنا المرض. أي نوع من أنواع المحبة ينتمي النص؟ طبعا قلنا إلى الحب الصوفي أجابي. استخرج من الأبيات السابقة بعض الفضائل الأخلاقية وأحاول تعريفها. مثلا الوفاء، الإيثار، الحب، التسامح. يقول ابن الفارض وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. عن ماذا أراد أن يعبر في هذا البيت؟ أبرر إجابتي. طبعا هو أراد أن يعبر هنا عن أن الحب لا حدود له ولا يمكن إشباعه. أي رغم كل شيء هو دائما يطمح للمزيد. رغم الحب ورغم التضحية ورغم كل ما يقدمه هو دائما يطمح إلى المزيد والمزيد من الحب. لأن الحب هنا يعبر على أنه غير مشبع. نستطيع أصدقاء الطلاب أن نضيف سؤال إضافي. مثلا أبين رأيي في المقولة التي تقول بأن الحب حب الله خاص مثلا بالمتصوفة فقط. طبعا الرأي رأيك أنت في هذا الرأي إما أن توافق أو لا مع التبرير. بالنسبة لي أنا ضد هذه المقولة لأن حب الله هو ليس إلا حب الإنسان هو ليس إلا جزءا من حب الله. لذلك الإنسان القادر على محبة الله هو قادر على محبة الناس جميعا. فنستطيع أن نقول بأن حب الله هو حل لمشكلة الوجود الإنساني. وخاصة أننا قلنا أن هناك صفة من صفات الحب في درسنا الماضي وهي الإيثار. وأيضا من صفات الحب هنا في هذا الدرس الذي يعني حب الله أيضا الإيثار. إذن هذه نقطة ارتباط بينهما وهو ما يؤكد مقولتنا بأن حب الله هو حل لمشكلة الوجود الإنساني. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم.